فيا أيها المسلمون والمسلمات، حديثنا اليوم عن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة، حيث يشكو معظم الناس إن لم يكن الكل من عدم حضور القلب في الصلاة وكثرة الغفلة والسهو فيها، حتى أنه أحياناً كثيرة لا يدري معظم الناس كم صلى ولا ماذا قرأ في صلاته. في حديث اليوم إن شاء الله سوف نتعرف معاً على أكبر الأسباب المعينة والجالبة للخشوع في الصلاة. أول هذه الأسباب هو تذكر الآخرة، وذلك بأن يستحضر المصلي موته بين عينيه، أن يستحضر المصلي مكانه من الجنة أو النار، يترأى له حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في محراب صلاته فتقدم ثم تأخر، فلما سأله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم عن سبب تقدمه وتأخره قال: رأيت الجنة والنار، فحين تقدمت فحين رأيت الجنة تقدمت لأقطف من عنبها، وحين تأخرت رأيت النهار، رأيت النار فتأخرت حتى أبتعد عن لهيبها. أو كما جاء في الحديث: فأكبر الأسباب الجالبة للخشوع أن ترى ذلك بين عينيك وأنت في الصلاة، فإن تلك الحالة تخضع القلب وتقهر حب الدنيا في النفس، وعلى قدر قوة المصلي في ربط قلبه وفكره بالآخرة يكون نصيب العبد من الخشوع والوجل. ومن مجربات أهل الفتوة في ذلك أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين عن الحسن أنه قال: ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا خشع ووجل. ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا خشع ووجل، يعني ارتجف قلبه وانكمش وذل واستقام واقتصر حتى يأتيه الموت. أيها الإخوة والأخوات، ولما كان تذكر الموت جالب لخشوع القلب وصف رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدواء لمن سأله نصيحة موجزة، وفي أكثر من حديث جاء هذا، وفي ذلك أخرج أحمد وابن ماجة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عظني وأوجز، يعني أقل الموعظة حتى أعي وأحفظ ما يقال لي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، صل صلاة من يودع الدنيا، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، اترك من الكلام ما يجلب عليك الاعتذار، اترك من الكلام ما تلام عليه عند الناس وعند رب الناس، حتى لا تكون محلا للاعتذار. والمقصود من الحديث كما رأينا الحث على استشعار المصلي
أن صلاته التي قام لها قد يأتيه الموت بعدها أو هو فيها، فلا يتمكن من صلاة في الدنيا غير هذه الصلاة. ومن أيقن ذلك فإنه إذا صلى بهذا اليقين، بهذا الشغل، الشغل الأخروي، صلاة المودع، صلى باستفراغ في إحكام أحكام الصلاة، أحكم الصلاة جيداً وأتى بها كما أرادها الشرع، كما أرادها منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يرتقي بصلاته، يأتي بها من السكون والطمأنينة والتمسكن والتخشع. وإذا فعل ذلك ارتقى بصلاته حتى تكون على الوصف الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخاشعين. ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين بينهما تشهد في الصلوات الرباعية والثلاثية. الصلاة مثنى مثنى، تشهد في ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسك. تخشع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الخشوع وإنما قال التخشع، يعني يريد مني ومنك أن نتكلف تلك الحالة، أن نتمسكن كما يكون لك عند حاجة عند أحد من بني الإنسان له سلطان أو جاه أو مال، فتقف بين يديه متمسكنا لتنال حاجتك، فأنت بين يدي قيوم السماوات والأرض. تخشع وتمسك وتضرع، ثم تقنع يديك بعدما تنتهي من صلاتك، ترفع يديك، يقول ترفعهما سائلا حاجتك من مولاك، ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول يا رب يا رب. ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا، وفي رواية فهو خداج، يعني صلاة ناقصة غير تامة. ما لم يفعل تلك الحالة من التمسكن والتخشع والتضرع صلاته ناقصة. إخواني وأخواتي، تلك أول الحالات بل أكبر الحالات الجالبة والأسباب الجالبة لخشوع القلب في الصلاة. وأما السبب الثاني من أسباب الخشوع فهو التدبر والتفهم، وذلك بأن يكون المصلي حاضراً بقلبه مع لسانه حتى يجمع بين اللفظ والمعنى، ليدرك معنى ما يتلو من الآيات، ويتفهم ما يردد من تسبيحات وأذكار من أول إحرامه بالصلاة حين قوله الله أكبر إلى الخروج منها إذا سلم. والتفهم والتدبر أعظم مقصودات الصلاة، لأن بهما يكون قلب المصلي ولسانه وجوارحه متجهة إلى الله تبارك وتعالى. إذا فعل ذلك انقطعت عنه الخواطر الشيطانية والخواطر الدنيوية، وذابت الآمال الخائبة، فقد يسرح المرء في صلاته ويأخذه الشيطان إلى آمال بعيدة
قد لا تدرك أصلاً أو لا تدرك لمثله. إذا فعل ذلك ذابت تلك الآمال وانكسفت الأوهام الكاذبة. حينئذ يصفو الذهن وتذهب العلل المتوهمة، ومن صلى بهذا التدبر أقبل الله تعالى عليه في صلاته، وتقبل منه ما سأله في صلاته من دعاء واستغفار دون غيره من الساهين اللاهين عما يقولون، اللاهين بما بين أيديهم ومن حولهم. وفي بيان ذلك أخرج ابن المبارك وأحمد في المسند عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأحسن وضوءه ثم صلى صلاة غير ساه ولا لاه كفر عنه ما كان قبلها من شيء. هذه الصلاة المكفرة، أن تتفهم وتتدبر التسبيحات، وأنت تقول سبحان ربي العظيم، وأنت تقرأ الفاتحة وما فيها من معان جليلة وجميلة تجعلك تقبل على ربك عندما ترى أن مالك يوم الدين هو الرحمن الرحيم، فتسر لأنك بين يديه. ولعظمة فضل التدبر كان السلف يرون تكلف التدبر، أيضا يجب أن تتكلف هذا، يرون أن تكلف التدبر في ركعتين خير من قيام ليلة، أن يقوم خاشعا متدبرا فيما يقول في ركعتين أفضل عندهم من صلاة ليلة كاملة. وفي ذلك أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ركعتان مقتصرتان، يعني خفيفتان، ركعتان مقتصرتان فيهما تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ. وفي الزهد لابن المبارك ومصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن كعب القرظي قال: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح، بإذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة، يقوم الليل كله بصورة الزلزلة وصورة القارعة، وليس بالبقرة ولا آل عمران، إنما بالزلزلة والقارعة، لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر، أحب إلي من أن أهز القرآن ليلتي هذا. أو قال: أنثره نثرا، يعني يقرأ سورة البقرة بسرعة حتى يختمها في ركعة، وسورة آل عمران في الركعة الثانية الله أكبر، وسورة النساء في الركعة الثالثة. عنده التدبر في الزلزلة والقارعة أفضل من هذا بكثير، وقلبه حاضر يتدبر ويتفكر في السورتين، لا أن يهز القرآن ويقرأ من غير تدبر ولا تفكر. أيها الإخوة والأخوات، في ختام هذا الحديث الموجز عن الأسباب المعينة على الخشوع، ينبغي أن نعلم أن من صلى صلاة على الحال التي وصفناها بتمسكن وخشوع غير ساه ولا لاه بقدر إمكانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهذا الذي كفرت عنه الصلاة ما سبق، وقبل منه الدعاء، وتحقق له الرجاء. ومن صلاها وأقامها بلسانه غافلا عن معناها، معرضاً عن تدبرها، ولم يواطئ القلب اللسان، ولا عرف قدر صلاته ولا حقيقتها،
فليس له من صلاته وأذكاره ودعائه سوى ما عقل، سوى ما فهم. وإذا حطت الصلاة من خطاياه حطت عنه بقدر وبحسب ما في قلبه، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فكن أنا وأنت إذا صليت أحسن الرجال في الصف، ولتعلم أن أحسن الرجال في الصف وأحسن الناس صلاة من كان باطنه خاشع وحاضره سامع وناظره دامع. وتفهم ما تقول وتدبر، فكم من معان تسنح للمصلي في صلاته لم تكن من خطرات قلبه أو لم تكن خاطر بقلبه قبل ذلك. وخذ نفسك بنصائح الكتاب والسنة ونصائح السلف، ففي كتاب تعظيم قدر الصلاة عن الحسن قال: إذا قمت إلى الصلاة يصف لي ولك، يصف لي ولك، إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات، وأن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وأن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره. تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وقلبك ساهم ولا تدري ما تقول بلسانك. احرص على هذه الحالة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تكن من الخاشعين المفلحين في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أحسن حالات الخاشعين، اللهم آمين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.